يغير من معالمها. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء عبر القنوات السعودية الرياضية والعربية والخليجية، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير. احييكم باجمل واطيب تحية، تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا، من على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف. خامس أيامنا من ضمن هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان سمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، شوطنا الثالث انطلق قبل قليل للابكار الحقايق من مسافه 3 كيلومترات. مقدمه الشوط المركز الاول براقه على المركز الاول، حمد بن سالم بن علي بن جهويل يتقدم، شعاري بن جهويل الضيف القادم من دوله قطر الشقيقه من اجل هذه المشاركه في اقل المهرجانات، مهرجان سمو سيدي ولي العهد الامين. بينما المركز الثاني وصلت عنيدة سالم بن ناصر بن فهيد الزبدان المري على المركز الثاني، يقدم لنا عنيدة على المركز الثاني. المركز الثالث، مرحبا يا فالح يا بن حمود يا البلوي، يقدم لنا شعار ويقدم لنا إثبات على المركز الثالث القادم من تبوك الورد، القادم مع إثبات ليثبت هذا الشعار في هذا المهرجان الكبير. المركز الرابع، شعار حمد بن فيصل بن جابر المري، يقدم لنا ترفع على المركز الرابع. المركز الخامس، شعار عبد العزيز بن عياد العصيمي، مرحبا يا مالك مصيح، وصل ابو عياد يقدم لنا في هذه اللحظات مصيح على المستوى المركز الخامس. ولكن العوده الى شعار الزبدان، من غير وتنطلق الى المركز الاول، يقدم لنا عنيدة بالشعار سالم بن ناصر بن فهيد المري، يتقدم في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني، مصيح عبد العزيز بن عياد العصيمي، مرحبا يا بن جراح الهلالية، وصل ابو عبد الله فهد بن عبد الله بن جراح
جروح الشمرية وصل اللي داوي الجروح بين جروح بين جروح انطلق إلى نحو النماسة مع انطلاقة الهلالية الهلالية وابناء حايل ينطلقون في هذه اللحظات وشعار السبتان مع عنيدة مرحبا يا مالك ذباح مرحبا يا ابو ربيع مرحبا يا مبارك يا ابو الربيع يا العجمي يقدم لنا افعال 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 وحضروا ابناء جودة ابناء جودة مشعل بن خالد متابعا لهذا الشعار ولكن الهلالية الهلالية وبن جروح بن جروح بالربيع بالربيع مع افعال مبارك بالربيع العجمي القادم مع افعال القادم مع افعال 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 ولكن الهلالية غير بو ربيع غير بو ربيع مع افعال بشعار مبارك بالربيع بن عبد الله العجمي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن يقدم لنا افعال وسلام سلام سلام يا ابو الربيع سلام سلالة الفعال سلام يا خالد يا ابو الربيع تهانينا ونماسة لمالك افعال مبارك بالربيع بن عبد الله العجمي المركز الثاني المركز الثاني شعار مسفر بن محمد بن مسفر الف طيح اليامي مع سيوف المركز الثالث شعار لدى اللحظات ثالث المراكز شعار فهد بن عبد الله بن جروح الشمري على المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع والخامس لو فيكم بعد قليل مع الإعادة إذا تهانينا والنماس لمالك شعار أفعال مبارك بالربيع بن عبد الله العجمي منتزعا وخاطف النماس هذا الشوط تهانينا والنماس لك يا ابو ربيع خالد بن ربيع العجمي التوقيت الزمني لأفعال 4:39 و6 أجزاء من الثانية هكذا توقيت أفعال مبارك بالربيع بن عبد الله العجمي تهانينا والنماس لك يا ابو ربيع على هذا الهوز وانتصار مركز الثاني سيوف مسفر بن محمد بن مسفر على فطيح اليامي مع سيوف 4:39 و76 الثاني مركز الثالث الهلالية فهد بن عبد الله بن جروح الشمي 4:39 و84 الثاني مركز الرابع حضرت جمود بشعار عبد الهادي بن خليل المركز الرابع شعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني الهاجري مع جلمود المركز الخامس شعار خامس المراكز حضرت لمعة بشعار عامر بن سعد